اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم بيت عبده شيما. النهارده 1/1 سنه 2020، كل سنه وحضراتكم طيبين. الحمد لله احنا النهارده اول يوم في السنه واول حلقه لينا في السنه الجديده يا عبده. كل سنه وانت طيب. كل سنه وكل الساده المشاهدين والمتابعين برنامج بيت عبده شيما طيبين، سنه سعيده عليهم، سنه جديده لكل اللي عدت عليه سنه 2019 وما قدرش يحقق فيها حاجه يقدر يحققها ان شاء الله في 2020 تكون سنه جديده. طبعا زي ما عودناكم دايما ان احنا هنا في بيت عبده وشيما بنجيب كل الناس او كل شخصيه بدات بمشروعها بحاجه صغيره وقعدت تنميها لغايه ما بقت مشروع كبير جدا ونجحت فيه فعلا. احنا هنا بنعلم او بنوري الناس قصص عشان تقدر بيها تكمل، وبنقول اي حد هيحلم حلم هيقدر يوصل فيه. صح ان شاء الله. صح يا ابني ان شاء الله. معانا مين ضيوفنا النهارده؟ طيب احنا النهارده طبعا معانا الشيف المتالق. زي حضرتك يا شيف؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك شيف اسلام. كل سنه طيبين. طيب صحه وسلامه. طيبين وان شاء الله يكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله يا شيف اسلام. اهلا وسهلا. ومعانا كمان استاذه فاطمه حسن، اخصائيه علاج وعلاج الشعر. ازيك يا بطوطه؟ عامله ايه؟ نورتيني النهارده. نورك حبيبتي. ميرسي حبيبتي. طيب احنا كده في الاول بنحب احنا المطبخ نبدا بيه دايما. نبتدي كده مع الشيف، هنشوف هيعمل ايه معانا النهارده. ان شاء الله النهارده هنعمل شوربه مشروم. شوربه مشروم بالكريمه، وهنعمل فطيره الجلاش بالسجق. تمام. وهنعمل بوبيت الستافد السبانخ والجبن والجولد كات. ما شاء الله احنا هنتغدى النهارده يا ابو تقريبا. وفي كمان سلطه كينوا. سلطه كينوا من السلطات المحبوبه اللي يعني بتحتوي على نسبه كبيره من الفيتامينات والمعادن اللي فيها. مقارنه بالقمح والحبوب، القمح وحبوب الرزية. هنبتدي اوكي. هنبتدي ان شاء الله نعمل شوربه المشروم. شوربه المشروم عباره عن مكونات المشروم هتنزل معانا برده على الشاشه عشان الناس اللي عايزه تتابع معانا ان شاء الله نبدا نشيل فيها على طول واحنا نشرح واحنا شغالين ان شاء الله. مكونات عباره عن بصل، كرفس، كريمه، وسكر، كرفس، وكريمه، وشوربه. لازم اي نوع شوربه هنعمله، اذا كان شوربه طماطم، شوربه فراخ، شوربه بصل، لازم معنا. يبقى في عندنا شوربه جاهزه، شوربه فراخ او شوربه لحم. تمام. بحيث ان التيست بتاعها يبقى يطلع كويس. تمام. معانا دلوقتي المقادير بتاعت شوربه المشروم. دي مكوناتها يا شيخ. شوربه لحمه او فراخ ومشروم فريش. ايوه. كريمه لباني، بصل، كراس، كرفس، ملح كده. وفلفل ابيض وزبده ودقيق. بالظبط. دي المكونات كده. اللي عايز يتابع معانا بقى الشيف ويشوف ايه هي موجوده معانا هي على الشاشه. تمام. احنا نزلنا بال نزلنا بالبصل والكرات والكرفس. تمام. بحيث ان انا برضو ما اخلوش يتحرق شويه. طيب. بيتلدى شويه مع العجب، بحيث شوربه المشروم لازم تبقى بيضه. تبقى لازم تبقى بيضه. طيب. عشان كده عشان البصل لو حمرناه وصفرناه يدي لون اغمق شويه من الاول. بالظبط كده. طيب. وابتدي انزل بالكريمه والشوربه اللي قلت لحضرتك عليها. تمام. احنا نزلنا الاول بالشوربه وبعد كده بالكريمه. كريمه طهي. والمشروم متقطع ومغسول. تمام. ماشي. هننزل والمشروم ينزل معاك. ونسيبها تغلي. تستوي بقى. تستوي. بتاخد وقت مثلا قد ايه؟ بتاخد ما تكملش 10 دقائق. 10 دقائق. طيب يا شيخنا قبل ما الشوربه بتاعتنا تجهز ونبدا نخش في الوصفه الثانيه، نرجع بعد ضيفتنا ونبدا بيها. طيب هنا في بيت عبده شيما طبعا على مدار الحلقات اللي احنا قدمناها لحضراتكم كان معانا كتير جدا اخصائيين علاج الشعر، وكنا دايما بنتكلم عن البروتين وعن فوائد البروتين وازاي اقدر اميز البروتين ده من البروتين ده. بس النهارده بصراحه احنا جايين نتكلم مع ضيفتي استاذه فاطمه، جايين نقدر نتكلم عن اضرار او خطر البروتين. ايوه زي ما سمعتوا كده، خطر البروتين. معانا اسئله كتيره جدا نعرفها النهارده من الاستاذه فاطمه حسن اللي منورانا النهارده. نورك يا شيخ. ميرسي يا حبيبتي. طيب خلينا اول كده نعرف منك الاول، انت والاهل بتاعك ايه ودراستك؟ والله انا دراستي بعيده عن المجال التجميل خالص. وانا خريجه اداب انجلش و دبلومات في الترجمه الدوليه. بعيد عن مجال التجميل. طيب عايز اعرف منك برضو ازاي اتجهتي للمجال ده؟ هو الاول كان يعني بالنسبه لي الموضوع كان هوبي كده في الاول. مش كارير يعني. فلما حبيت بقى اخد الكارير يعني اتجهت للدراسه. مش دخلت المهنه وبعدين درست، لا انا درست الاول
وبعد كده حبيت ان انا اخد الكارير بقى ده بس عن طريق دراسه، عشان كده الموضوع مختلف معايا شويه وطريق الشغل مختلف شويه. ما عشان كده زي ما قلت في اول حلقتنا ان احنا جايين النهارده نتكلم عن خطر البروتين، عاوزين طبعا نعمل للبنات والسيدات اللي بيستخدموا البروتين توعيه بالظبط عشان نعرف ايه نوع البروتين اللي احنا بنستخدمه او ايه اضرار البروتين اللي احنا بنستخدمه. فعايزين نعرف منك بقى، كلمينا الاول كده عن البروتين وغيره من المنتجات زي الفيلر والبوتوكس والجيلاتين والكافيار، ايه الفرق ما بينهم بقى؟ طيب هو احنا جايين نتكلم كلام علمي بقى، تمام، مش كلام دعي. طيب هو علميا في حاله توعيه النهارده، مفيش حاجه اسمها فيلر ولا بوتكس ولا كافيار ولا سلمون ولا مفيش الكلام ده. بس ازاي ده احنا بنسمع دايما في البروتين ان هو في بوتكس وفي فيلر وفي هقول لك انا بقى يعني هكشف الستار بقى عن الكلام ده كله. يلا طلعي كل اللي عندك بقى. ماشي، هي حقيقه علميه مش اسرار على فكره، يعني هي حاجات موجوده حقائق يعني. مفيش اي حاجه اخترعوها لحد دلوقتي غير بيفرض غير الكيراتين والبروتين. الكيراتين والبروتين الجيل الاول اللي كان الكيراتين خلاص سابوه عشان اسمه كان مرتبط بالفورمالدهايد او الفورمالين، فبقى في مشاكل فاستبعدوا الكيراتين. احنا سمعنا ان الفورمالين خطر على الشعر، تمام. فدخلنا في قصه البروتين بقى. فبدا البروتين شالوا ماده الفورمالين ودخلنا فيه احماض امينيه. فبقت الماده المسؤوله عن الفرد مش الفورمالين، هو الحمض الاميني اللي جوه البروتين. بعد كده ظهرت طبعا منتجات والسوق بقى مليان، فادى ان سوق البروتين حصل فيه مشاكل والسمعه ما بقتش تمام. طب اصحاب بقى الشركات اللي هم بتوع البرودكتس عملوا ايه؟ هما حبوا يعملوا تنوع في المنتج نفسه علشان يقدروا ان هم يسوقوا ويبيعوا ويغيروا كلمة بروتين. لكن في الاخر مفيش اي حاجة بتفرض غير البروتين. طب ايه بقى الفيلر والكافيار واللي احنا بنسمعه؟ انا كنت اسمع ان الفيلر والبوتوكس والحاجات دي للبشرة بس مش للشعر. هما اخدوا المصطلح اللي هو يعني مثلا الفيلر بيعمل ايه؟ بينفخ. طيب احنا هنحط ماده الفيلر جوه ازازه البروتين وينفخ الشعر يدي فوليوم للشعر الخفيف. فاصبح النوع ده بروتين يناسب الشعر الخفيف، تمام. لكن هو مش يعني، هي بس كل المشكله ان مثلا تيجي بنت تبقى عايزه تعمل شعرها تقولي اصلا انا مش بعمل بروتين انا بعمل فيلر. طب ما هو البروتين هو الفيلر. هو الفيلر بيستخدم جوه البروتين نفسه، هي ماده مضافه جوه البروتين للبروتين. يعني احنا نقدر نقول من هنا ان البروتين هو حاجه واحده، لكن الاضافات عليه هي اللي بتغير في بقى اللي بيضيف مثلا هي عباره عن مجموعه فيتامينات، فكل ازازه بروتين بيبقى فيها الفيتامين اللي الشعر محتاجه. شعر مثلا متهالك فبنحط له ماده زي البوتكس كده بتساعد شويه ان الشعر يبقى صحي اكتر وهيلثي اكتر فسمينا بوتكس. شعر مثلا تاني تحسي ان هو دهني جدا وبساعات بيبقى عنده روايح، فعملنا ماده جوه البروتين تعالج الشعر اللي هو الدهني اللي بيبقى فيه رواسب واتربه يعني وكده. بس لكن مفيش حاجه اسمها لا انا مش عملت شعري بروتين هبعمل فيلر، لا هو حضرتك هو بروتين انت جايه تعملي بروتين، تمام. فبلاش الدعاقات بقى وكلام مش موجود يعني. طيب احنا اعتقد النهارده يعني فقرتك يا استاذه فاطمه هتفيد بنات كتيره جدا، لان دايما احنا كبنت، انا كبنت او كسيده عامه لما بحب اجي اعمل بروتين وحاجه زي كده ببقى مقلقه جدا وخايفه ومش عارفه انا بستخدم الحاجه دي صح ولا لا. فانت معانا النهارده عشان تدينا توعيه لكل حاجه، فاعتقد هتبقى مفيده جدا لبنات كتير. فاحنا والله ان هم يستفادوا فعلا يعني وما يجروش بس ورا دعاقات يعني. طيب وده اللي انت عاوزاه تعمليه النهارده. بصراحه طيب احنا عايزين نعرف منك برضو ايه الفرق بين الفرد الايطالي والبروتين؟ بصي هو الفرد الايطالي ده اتجاه والبروتين اتجاه تاني، بمعنى ان الفرد الايطالي ده كنا بنفرد الشعر عن طريق حاجات قلويه بتوصل الشعر لاقصى درجات القلويه. فبيوصل الشعر مثلا البي اتش بتاعه ل 14 و12 وكده، فده بينفخ الشعر ويخليه في اضعف حالاته. البروتين بقى العكس، احماض امينيه. انت بتنزلي بالبي اتش بتاعك من السبعه بتنزلي بقى ايه بتبقى درجه حموضه الشعر بعد بعد السبعه. في صور بدات نعرضها كده، الصور دي صور المركز بتاعها. هي فاطمه حسن اخصائيه الشعر اللي معانا، هي صاحبه دكتور بيتي سنتر، صح كده؟ طيب احنا معانا صوره على الشاشه اهي استاذه فاطمه، بصي كده معانا.
دي بقى صور قبل وبعد صح؟ اه ده مش بروتين. امال ده ايه؟ دي جلسه ترميم. جلسه ترميم. ترميم اه. دي جلسه ترميم، هو برده في حاجات كتير غير ال وده معانا صور ثانيه. اه دي جلسه فراغات. دي جلسه فراغات. يعني حتى البنات اللي بيعاني من الفراغات اللي في الشعر بيقولوا اه في اه في علاجات وفي منتجات حلوه جدا بنستخدمها. يعني ده متواجد عندك في بيوتي سنتر في السنتر. امال ايه دي تقنيه دي ولا ده ايه؟ ده جهاز انا بستخدمه عندي في السنتر، ده زي ديجيتال ميكروسكوب كده. طيب. بنكشف بيه على فروه الشعر قبل الجلسه. قبل الجلسه اه يعني اشوف مثلا الشعر ده بتبقى فيه شعور ساعات، مثلا ممكن مدام تجي لي مش عارفه نوع شعرها ايه فتقولي ان شعري جاف، هو في الحقيقه شعرها مش جاف، هو شعرها دهني. يعني التقنيه دي بتجيب اللي هي بصيله الشعر او بتجيبها من اساسه؟ ده مثلا ده شعر دهني، هو كده يبان ان الشعر جاف. لكن هو شعر مش جاف، انت لو شفت تحت في الميكروسكوب هتلاقي ان الشعر دهني. دهني اه باين الدهون باين. فهي حاجات بسيطه بس انا بتريحني انا في حلو الجهاز. اول مره اسمع في المنتج اللي انا بستعمله للشعر. اه هو بصراحه انا بيبقى عندي شغف لاي حاجه جديده بحب ادخلها. يعني احنا هنا المركز بس مش للبروتين او للفرد، ده علاجي هو كمان. علاج. هو علاج. هو احنا الدكتوره فاطمه. هو احنا لينا فايل وبعض دي بعض دي حالات برضو. دي حالات القشره يعني حتى إشرة. كمان حالات القشره كمان اللي بيعانوا شباب والسيدات اللي بيعانوا من القشره. اه طبعا. اه بيبقى ليها جلسات. جلسه القشره دي بتبقى يعني ممكن تكون في نفس الجلسه في نفس السيشن. نفس بنخلص العميله من القشره. ايه ده ايه برضو. دي شهاداتي بقى. دي شهاداتك. اه احنا ما شاء الله عارفين ان انت اخذتي شهادات كتيرة جدا يا فاطمه. اه بصراحه انا توجهت يعني الاكاديميه اللي انا توجهت لها هي معتمده دوليا، شهاداتها معتمده من 4 دول. امريكا والبرازيل طبعا لان هم الدول الرائده في عالم البروتين. ومصر والامارات. توفيق دايما يا فاطمه. نرجع للشيف. نشوف عشان الروائح بدات تطلع كده. حلوه الحاجات الجميله. فايه يا شيف ايه الاخبار؟ تمام انا كده خلصت من سلطه الكنوه. تمام. بالجمبري. تمام. وخلاص الشوربه خلاص هتخلص اهي واخش على فطيره السجق. دي الوصفه الثانيه بقى بتاعتنا اللي هي ايه؟ فطيره السجق. فطيره السجق. فطيره السجق برضه هتنزل مقاديرها معانا. دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بصل وثوم وفلفل حامي. تمام. وفلفل رومي. تمام. وطماطم وتوابل ملح وفلفل وزعتر. زعتر دراي. تمام. وفلفل اسمر مجروش كمان. تمام. والزبده اللي بنعمل بيها الفطيره. دي كلها. دي فطيره لحمه بالسجق. فطيره السجق. فطيره السجق. جلاش بالسجق. جلاش بالسجق. اه ايوه تمام. هي كده جاهزه معانا؟ دي كده هنبدا. طيب كده الشوربه جاهزه. احنا الشوربه بتاعتنا على الله اهي. محتاج بس ان انا اضرب الشوربه. تمام. عندنا سعرات. ماشي هنظبطها قبل ما تخلص دي ونخش في الوصفه بتاعتنا. نشيلها من على النار ونخش في الوصفه الثانيه. تمام يا شيخ. دي الحشوه نفسها انت الاول بتتبلها وتخليها ايه؟ اتبلها وابتدي ان انا احشي بيها الحاجه. احشي بيها. بعد كده بتجهز بقى الجلاش. ونبدا نحشي بيه الحشو نفسه. تمام. تمام ماشي. برضو المكونات بتاعتها نزلت معانا على الشاشه علشان اللي عايز يتابع معانا. هي فطيره الجلاش بالسجق. جلاش وسجق بلدي وبصل وفلفل رومي. وفلفل حامي. هي بتبقى حلوه سبايسي. سبايسي. وطماطم وكزبره خضراء. مستكة وجوزة الطيب. شكرا. وملح وفلفل وجبنه شيدر مبشوره وجبنه موتزاريلا. جبنه موتزاريلا. يعني فيها كميه مكونات برضو حاجات ايه حلوه برضو. تمام ماشي. دي بقى انت المكونات بتعملها الاول كلها مع بعض وبعد كده هتبدا ايه؟ ابتدي اعمل الفطيره نفسها. الحشو. طيب على السجق ما يستوي. أيوة بحضر الصينية. او شيف. طب اوكي يا شيف يلا بينا. الصينيه طبعا قبل ما تبدا تحضر. يلا يا شيف اللي في المطبخ هتبدا تعمل فيها ايه؟ الطبقه عندي هنا الجلاش. الجلاش نص معانا. طب ركزي معانا في الفقره دي بقى. مش اهم حاجه كلنا مش عاملين اكل بنيجي ناكل. انا عند شيف النهارده عاملين وصفات حلوه جدا. قبل ما شيفنا يبدا يجهزها وتبدا تجهز نبدا نرجع. هرجع تاني بقى لضيفتي الجميله فاطمه اللي النهارده حلقه توعيه لكل حاجه يعني واسرار بنعرفها وحاجات بنعرفها هنا من خلال برنامجنا الاول مره. والله هي حقايق مش اسرار. بس ما فيش حد بيتكلم عن خلينا نتكلم بجد. ما فيش حد بيتكلم عن كل ده يا فاطمه. ما هو ده مش صح يعني. انا واثقه في منتجي هطلع اتكلم عنه صح. تمام. طيب احنا بقى عايزين نعرف
بس احنا كده لما اتكلمنا صحيح كنا بنتكلم عن الفرد، الفرق بين الفرد الايطالي والبروتين. طيب احنا عايزين نعرف بقى، هل فعلا كده البروتين امن؟ هو امن لو في احماض، لو المنتج نفسه امن. يعني خلينا الاول تبقى واحده واحده. طيب السوق مليان منتجات، عشان تحددي المنتج ده هو كويس او المنتج مش كويس ليه في معايير. تمام، فهي المنتجات مصنفه لمنتجات امنه ومنتجات مش امنه، يعني ليها معايير. طبعا. طب ايه معايير المنتج؟ هو ما فيش معايير للمنتج غير التجربه، التجربه والثقه المصدر اللي انت جايبه منه الماده. الماده طيب، طب ليه التجربه؟ طيب، طب هم ليه الاطباء دايما بيحذروا من البروتين؟ الاطباء بيحذروا من البروتين لان جالهم حالات مرضيه من البروتين. في فعلا حالات تساقط وحالات قشره وحالات حرق في الفروه، فهو الاطباء هم بيحذروا من كل مستحضرات الفرد مش البروتين بس. طب ايه اللي وصل يعني السوق البروتين لكده يا فاطمه؟ عايزين نعرف برضه ايه اللي وصل السوق البروتين لكده؟ الدعايه اللي مش صح، سهوله الحصول على المنتج، المنتج موجود في كل مكان. المنتج الموجود في كل مكان انا ما بقربلوش، انا ما بجيبش غير المنتج اللي من شركته، اللي شركته ما ينفعش تبيعه غير لمتخصصات. لكن منتج السوق ما. طيب لو اتكلمنا كمان، معلش برضه اخر سؤال معانا، عايزين نعرف لو اوقات لما بيجي لك عميل عايزه تعمل بروتين دلوقتي. يعني انا دلوقتي جايه لك وعايزه اعمل بروتين، ينفع تعملي لي حالا بروتين ولا بقى في حاجات معينه لازم تعرفها؟ لا، هو ما فيش حاله جت تعمل بروتين وعملت بروتين في نفس ازاي ان انا اعرفه ان انا هروح البيتي سنتر ده عايز اعمل بروتين هعمله؟ لا، هو البروتين عندي بقى ليه شروط. اولها لو الشروط دي مش موجوده مش هتعملها. مش هتعملها العميله، زي تساقط، زي قشره، زي تقطيم. ما ينفعش انها تشتغل لها بروتين. طب حتى لو هي مش عندها بقى الكلام ده هتقعد تشتغل؟ لا برضو، لان الشعر بيبقى محتاج تحضير قبل الجلسه. شعر محتاج تحضير اسبوع في البيت. طيب بطوطه، احنا كنا بجد مبسوطين ان انت كنتي معانا النهارده، بس عايزين نعرف منك بقى مين شجعك ومين وصلك للنجاح اللي انت وصلتي له ده؟ والله هو اي نجاح في حياه اي انسان هو توفيق ربنا طبعا ودعوه ام. اكيد طبعا. بس لو هنجسد يعني في اشخاص فهو والدي. والدي. البشمهندس حسن بدوي هو الداعم لينا كلنا. ربنا يبارك لك يا رب. ليا وزوجي ولاخواتي هو يعني اللي ورانا. ربنا يبارك لك فيه يا حبيبي. كنا سعاده جدا بكم المعلومات المهم. لاول مره فعلا حد يجي معانا يبدا هي جايه. بص يا عبد، عايزه اقول حاجه، جايه الحلقه دي وعايزه تقول توعيه بس لشغلها، مش جايه موضوع دعايه ليها ولا اي حاجه. فانت نورتينا النهارده يا بطوطه بجد، كنا مبسوطين انك كنت معانا يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، انا كمان مبسوطه ان انا كنت معاكي. استنونا بعد الفاصل، هنطلع فاصل ونرجع لضيفنا الثاني، ما تروحوش بعيد بعد الفاصل.